ولما نرجع بقى نبص على المعادلة الوحيدة اللي فاضلة اللي هي المعادلة بتاعت FY2، هنلاقي إن عندنا الماينس 1 مضروب في 0، أوكي، وال 1 مضروب في 0، يبقى actually FY2 is equal to 0. كده احنا عندنا كل الفورسز من المسألة بتاعتنا. المطلوب ان احنا بقى ايه نرسم الرياكشنز بتاعتنا كلها. هنلاقي دلوقتي ادي الاكسترنال فورس دي كانت بي. لما نبص بقى على السبورت رياكشنز عندنا احنا اف واي 1 واف واي 2 سوري اف اكس 1 واف واي 1 بي اوفر 2 وماينس بي اوفر 2، يبقى هنرسم كده بي اوفر 2 وماينس بي اوفر 2. لما نيجي نبص على السبورت رياكشنز هنا كنا احنا حسبناها قبل كده، يبقى عندنا دي بي اوفر 2 وعندنا ايه ابورد فورس كده بي اوفر 2. ولو جيت تراجع هتلاقي ايه التراس ده اندر ايكوليبريم من ناحيه المومنتس ومن ناحيه الفورسز برضو، وتقدر تعمل تشيك بسرعه طبعا عليها. يبقى احنا كده ايه حلينا المساله وجبنا الرياكشنز وجبنا الديفليكشنز وكل حاجه. كان من ضمن الحاجات اللي ممكن بقى تتحسب دلوقتي الاسترسز، مش كده؟ الاسترسز هتيجي ببساطة شديدة من الديفليكشنز وترجعها للوكال كوردينتس، وتشوف دايما ايه الديفليكشن عند ناحية ناقص الديفليكشن عند الناحية التانية، يدي لك كومبريشن او تنشن. ودي ان شاء الله تبقى مسألة بسيطة، لو عندك فيها مشكلة في اي وقت اتصل بيا او اسالني ونتناقش فيها لو مش واضحه بالنسبه لك. فارجو دلوقتي ان احنا تكون المساله دي بالنسبه لنا بقت ايه واضحه. عندنا ايه من اولها لغايه اخر حاجه فيها، ويعني ارجو ان ده يكون كان واضح كفايه وتستفيد منه ان شاء الله.